الشباب عامه الشهداء النظام الناس اللي لسه قاعده في البيوت بتقول ان لسه في امل في النظام. يا شبكه رصد، يا شبكه رصد، اتفضل. انتوا بقيتوا عين مصر وكل الناس بتعرف اخبار ثوره مصر منكم، فانا بحييكم اولا. حاجة تانية عايز اقول، عايز احيي الثورة اللي قام بيها شباب مصر. كنت بقول للناس دي احسن ثورة في تاريخ مصر، وانا بقولها ومش خايف، احسن من ثورة 19 واحسن من ثورة 52، لان قام بيها الشباب دول. الشباب دول هم ولاد عصرهم، ولاد وقتهم، وعرفوا كل ما يسد النظام عليهم منفذ يطلعوا له من منفذ تاني. شباب الفيسبوك وشباب التويتر وشباب المنتديات الاجتماعية، هم مين اللي دعا 25 يناير؟ شباب مين اللي دعا جمعة الغضب؟ لمسيرة المليونية يوم الثلاث، لجمعة الصمود، لأحد الشهداء، كل ده هم الشباب دول، هم الذين يقودنا ونحن نمشي وراءهم ونحن فخورين بيهم. الجيل اللي قالوا عليه جيل البانجو وجيل مش عارف البلاي ستيشن، اهو اثبت ان هو جيل اوعى من اي جيل عرفته مصر. انا بقول ده اكتر جيل عرفته مصر. شكرا. اوعى جيل عرفته مصر. وبالتالي انا بقول لكم انا بس نسجل حاجة، وبعش كده بقول انا فخور بيكم، كل مصر فخورة بيكم. يكفي ان انتم ما تأخرتوش عن مصر ب300 او 400 شهيد. انا بنحني ليكم، ببوس الارض تحت اقدامكم. انتوا شهداء، انتوا شباب مصر، ليكم المستقبل كله، ومصر حرة وديمقراطية اللي بتدعوا اليها انتوا اللي هتتمتعوا بيها وتنعموا بيها، وهتقودوا مصر لايام والعصر احسن في كل حاجه، وهتخلوا مصر تاخد مكانها تحت الشمس اللي تستحق ان شاء الله. الله يرضى النظام. النظام دلوقتي يعني انا بطالب تعويضات، بطالب الف في تعويضات عن الخسائر بالتشويش اثناء. بقول للنظام، النظام ارحل ارحل ارحل، سترحل اليوم او سترحل غدا، لكنك سترحل في النهايه، لانك تقف ضد عجله التاريخ. الشباب اللي بيقاومك بالكمبيوتر والفيسبوك، الشباب دول انت بتخلفك بتقاومهم بالحمير وبالجمال وبالبلطجية. الشباب دول هم المستقبل، الشباب دول هم مصر. انتم، انت كنظام انتهيت ووقتك انتهى، وهم وقتهم جاي، ومصر ليهم ومصر بيهم هتبقى احسن بكتير. ارحل اليوم احسن ما ترحل غدا، ارحل اليوم الان باي درجة بسيطة ومن الكرامة والشرف بدل ما ترحل وعليك كل اكاليل الذل واكاليل العار، لانه مصر ستنتصر، ودم الشهداء دول لن يضيع هدرا، وتتحقق مطالبنا في مصر عادلة ديمقراطية. عشان كده الشباب قال تغيير، حرية، عدالة اجتماعية. طب الناس اللي لسه مأملة في النظام اسئلة بقى عشان لا امل في هذا النظام، اظن بان كل يوم بتبان اوراقه بتتساقط كما اوراق الخريف، الفساد بيبان. هل مين عنده امل في النظام ده؟ انا عنده امل في نظام نهب مصر، نهب مصر، نهب مصر، مش نهبها حتى عادي، نهبها لدرجة انه هو وصل للدم وللعظم، ما خلاش فيها حاجة. مصر مصرها، لكن برضو شباب مصر، شباب الفيسبوك، شباب اللي منه شبكة رصد دول هيبنوا مصر تاني. مصر هتبقى زي اليابان وزي الصين وزي امريكا.